مما يبهج النفس ويفرح حقيقة القلب خروج هذا المجموع، مجموع تفسير آيات من القرآن الكريم لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وهو مجموع مأخوذ من مجموع فتاوى الشيخ جمع الدكتور محمد الشويع، وكذلك فتاواهما مع اللجنة الدائمة للإفتاء، وكذلك بعض المسائل والأحكام في تفسير القرآن. طبعا قدم للكتاب الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وأشرف عليه الدكتور عبد العزيز السطحان حفظه الله تعالى، وهو جمع وترتيب الشيخ يزيد بن محمد بن عبد الله آل درعان، وهو من صدرات مدار القبس للنشر والتوزيع. طبعا هذا المجموع هو ما تكلم عليه من الآيات القرآنية أثناء فتاواه ودروسه ومحاضراته وحديثه في الإذاعة ونحوها. طبعا قدم كما ذكرت الشيخ صالح الفوزان، ثم قدم الشيخ عبد العزيز السدحان، مقدم الشيخ عبد العزيز السدحان، ثم مقدمة جامع ومعد الكتاب. يقول: وقد جمعت هذه المادة من كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ومجموع فتاواه المتعلقة بالقرآن الكريم وتفسير آياته، واشتمل الكتاب على 3 فصول. الفصل الأول تفسير سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. الفصل الثاني فتاوى سماحته مع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. والفصل الثالث بعض المسائل والأحكام المتعلقة بتفسير القرآن، وقد حرصت على ترتيب السور والآيات وفق ترتيب سور وآيات القرآن الكريم. طبعا بدأ بالفصل الأول تفسير سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى سورة الفاتحة، وكذلك يأتي بعد ذلك سورة البقرة، وهكذا إلى آخر طبعا سور القرآن. ثم يأتي المسائل في طبعا تفسير القرآن. الفصل الثاني تفسير سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، طبعا هي مأخوذة من فتاوى اللجنة الدائمة. طبعا ثم يأتي في الفصل الثالث، ألا وهو أسئلة في طبعا آيات وأحكام القرآن الكريم. نأتي هنا أسئلة مسائل وأحكام متعلقة بتفسير القرآن الكريم في الفصل الثالث. سؤال: سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لغلامي في المسجد: لا أعلمنك كلمة ينفعك الله بها. فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الغلام: ألا قلت تعلمني كلمة بعد خروجك من المسجد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ألا وهي فاتحة الكتاب وهي 7 المثاني. فهل هذا صحيح؟ الجواب: حديث صحيح، ونص عن أبي سعيد ونصه عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه إلى آخره. ثم السؤال الثاني: الحروف المقطعة وكذلك سبب نزول سورة التوبة وهكذا. فهو حقيقة يعني كتاب جميل نافع مفيد، يعني في جمع تفسير الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكذلك في الأخير فوائد وأحكام عن سماحته رحمه الله تعالى في القرآن الكريم. فهو جهد طيب وجهد مبارك ونافع، يستفيد الإنسان منه، وخاصة طالب العلم في معرفة طبعا اختيارات الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في تفسير القرآن، وكذلك اختياراته في معانيه، يعني الصحيح في معاني آيات القرآن، وكذلك تفسيره المليء بالفوائد النافعة والتدبرات والتأملات. فهو حري بأن يقتنى وأن يطالع فيه دائما وأبدا. رحم الله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة واسعة.